طب تعالوا الاول ناخد معانا على التليفون بكل ترحيب الكاتبه والروائيه الاستاذه سماح ابو بكر عزت. اهلا بيكي. اهلا اهلا. اهلا بيك يا استاذ يوسف، واهلا بكل المشاهدين، وشكرا شكرا لاهتمامكم. لا لا، ده احنا دايما مهتمين. وبعدين خلينا نقول بقى يا بختك، يعني قابلتي الريس النهارده. احكي لنا على المقابله دي بعد اذنك. والله الحقيقه يعني كان لقاء الحقيقه، يعني انا يعني مش عايزه اقول لك، مشاعر مختلطه ما بين الفرحه وما بين الرهبه وما بين التقدير اللي انا حاسه بيه وما بين الخوف من انه المسؤوليه اللي انا ممكن اكون يعني هل جديره بيها ولا لا. فهي مشاعر حقيقة ما عشتهاش قبل كده خالص الحقيقه، يعني ولكن سياده الرئيس الحقيقه بقدر بساطته، بقدر هيبته، وبقدر دماسه خلقه، وبقدر انه يعني مستمع جيد جدا، ويعطي الفرصه لمن يحدثه انه يتكلم ويعبر عن نفسه، ويقدر يقول اللي هو بيفكر فيه وبيحلم بيه. طب ده الحقيقه كان يعني اللقاء كان حقيقه لقاء تشرفت بيه وسعدت بيه، وحسيت قد ايه قد ايه قد ايه انه الاطفال محظوظه في بلدنا بوجود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للدوله الحقيقة. الحمد لله. طب كلمينا بقى عن الحوار اللي دار ما بينك وما بين فخامه الرئيس. قلت لنا ان هو بيدي فرصه كبيره جدا للحديث وينصت بشكل رائع، اتكلمتوا في ايه؟ والله هو انا من البدايه، ايوه معاكي، انا من البدايه حبيت انه يعني اقدم يعني رؤيه مبسطه، او يعني رؤيتي المتواضعه لما احلم بيه للاطفال، وانه ازاي الطفل النهارده ما عادش زي الطفل، زي ما كنا بنتكلم في اللقاء مع حضرتك، ما عادش زي الطفل اللي من كام سنه فاتوا. لا، الطفل بقى مطلع ومتفاعل مع العالم من خلال السوشيال ميديا، فواجبنا احنا ان احنا نرسخ الهويه المصريه. الاطفال تتكلم لغتنا العربيه البسيطه الحلوه، تعرف ايه اللي بيدور على ارض الوطن، تعرف كم الانجازات اللي النهارده فخامه الرئيس بيرعاها، والمبادرات اللي بيعملها كلها هدفها في النهايه ان الاطفال هي اللي هتشيل المسؤوليه دي بعد كده، وهي اللي هتجني ثمار هذه الانجازات. فمن واجبنا ان احنا نعرفهم ونخليهم فاعلين كمان، مش بس يعني متلقين لما يحدث، لا فاعلين، لان في النهايه الدوله مش هتقدر تعمل كل حاجه لوحدها، لازم الطفل هو كمان يبقى فاعل. والاطفال على فكره عندها استعداد كبير لده يا استاذ يوسف، يعني انا اخر اصدار عملته اللي هو حياه وكريم، حياه وكريم، انا فوجئت انه بعض المدارس الحقيقه لما قرت القصه الطلبه بدأوا هم من نفسهم يعملوا مبادرات فردية مع الأطفال الموجودين مثلا في المناطق البسيطة اللي بجوار سكنهم، بجوار مدرستهم، يجمعوا بعض النقود، يقدموا لهم بعض الأشياء اللي ممكن تكون مش متاحة ليهم إن هم يحصلوا عليها. عملوا قافلة طبية، اشتركوا إنهم يعملوا قافلة طبية تروح للأطفال اللي محتاجة مثلا بعض الرعاية الطبية البسيطة. فده أسعدني جدا إن الطفل عنده طاقة وعنده حماس شديد، بس للي يديله الفرصه انه يعمل ده. طيب انا كملي يا فندم. كملي لا كملي وانا هكمل في الاخر. لا انا اتفضل حضرتك. انا جاي في بالي فكره نابعه من انه حجم النجاح اللي حققته مؤلفات الاستاذه سماح ابو بكر عزت، وفي نفس الوقت انها ابنه الراحل الكبير العظيم ابو بكر عزت، انه ليه ما نفكرش ان احنا نعمل مجموعه من افلام السينما اللي هي زي بتقال عليها بره كده الفاميلي موفيز، انه حاجات 7 بلس و 13 بلس، وهتبقى بتزكي نفس الافكار اللي بتحطها الاستاذه سماح في ادبها الموجه للطفل، بس يبقى في قالب سيناريو سينمائي. السينما بتعيش وبتفضل راسخه وقدرتها على الوصول اسرع، والدراما اسرع واسرع. طبعا انا طبعا اتمنى ده الحقيقه، لان احنا يعني مفتقدين الاعمال اللي تقدم للاطفال من خلال الـ يعني الشاشه.
اعمال منتجه، مش اعمال يعني جايه لنا مستورده مدبلجه، لا اعمال احنا اللي نقدمها للاطفال بمفهومنا برؤيتنا، اللي حابين ان الاطفال يوصل لها مفاهيم معينه من خلالها. فطبعا انا على استعداد، وان شاء الله في الفتره المقبله باذن الله هيكون في فعلا اعمال كرتون 3D، يعني هو ده ان شاء الله المخطط ليه في الفتره الجايه باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 الكاتبه والروائيه سماح ابو بكر عزت، وعقبالنا قادر يا كريم، ربنا كبير. يمكن أنا فعلا بفكر في ده قبل الفاصل، المسألة مش بس بصراحة مسألة الانيميشن، لأن احنا عندنا الحاجات بتاعت الانيميشن اللي احنا بدأنا نشتغل عليها، كان في عندنا الموسم ده، وفي عندنا كان من قبل كده كان في حاجات زي بكار. أنا عايز سينما، يعني زي ما احنا بنقعد نتفرج ساعات على الافلام على بعض المنصات، او حتى ممكن نتفرج عليها في بعض القنوات التلفزيونيه، او نروح نحضرها في السينما. مفهوم الفيلم العائلي اللي هو يعني يبقى صالح لمشاهده اولاد عندهم 7 سنين و13 سنه لحد 16 17 سنه، دي بتبقى نوع من الافلام الممتعه جدا اللي ما فيهاش اي شيء مضر على الاطلاق، واللي دايما الكاتب والمخرج والسيناريست قادرين ان هم يحطوا لنا فيها الافكار اللي احنا عاوزينها تكون وجدان الأطفال والنشأ ده. أنا قاعد عمال بفكر في الحكاية دي مع حضراتكم بصوت عالي، على وعسى يمكن خلال شهور قليلة نجد إن احنا في قدامنا فيلم من هذا النوع، بل أفلام ودراما من هذا النوع، بل مسلسلات كثيرة.